بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع المابس. هناخد المرة دي إن شاء الله اكزامبل ازاي اكمبير ما بين تو مابس، ازاي اقارن ما بين اكتر من ماب، عامل ازاي بقارن ما بينهم. فقمت عامل بقى ايه فال امبس ماب 1، ودي عملتها ماب اوف، وهديها شوية قيم مثلا 100 تو، والكي والفاليو بتاعت الكي اللي هو 100 تو مثلا صبور 101 2، الفاليو بتاعت ال 101 مثلا مهيمن كوما، واعمل كمان لاين ب 102 واديها برضو فاليو 103. هبني الماب بتاعتي ديت، وعايز ابني ماب اخرى والعب في القيم بتاعتها والترتيب، ونشوف ايه اللي هيفرق معانا في المقارنه وايه اللي مش بيفرق معانا في المقارنه، عشان نبقى واخدين بالنا من القصه بتاعت الماب. اخدت كابي من الماب الاولانيه وقمت عامل بيست وسميتها امبس ماب 2. خلاص، طب ايه اللي هغيره؟ انا حطيت بس 101 خليتها مهيمن، وخلي 100 خليتها مهيمن، و101 اخليها سبور. خلاص فهمنا الفكره، بدلت الايه نفس الكيز، بس كده بقى في ايه، في اختلاف في الحته دي. وقمت جاي على ايه، على امبس هعمل واحده ثالثه، هعمل واحدة دلتا. انا عملت اسميها بس امبس 3، امبس ماب 3. لا خلي الثالثة زيها زي الاولى، بس عشان اقارن واحدة بتجيب معايا تو، واحدة تجيب معايا فولس. فانا هغير، معلش، هخلي دي السبور وناحية تانية مهمة، عشان دي تبقى مطابقة، يعني يعني الماب الاولى تبقى مطابقة للثالثة، والتانية هي اللي شاذة في وسطيهم، عشان اقارن الاولى بالثانيه مره، واقارن الاولى بالثالثه مره، فمره تجيب معاها فولس ومره تجيب معاها ترو، وبعد كده هغير شويه حاجات عشان ناخد بالنا من القصه دي. فاقول له المابس اللي هي 1 و 2 1 اند 2 ار ايكوال، ويشوف هيجيب معاها ترو ولا فولس. فهقارن ازاي؟ بقارن عادي جدا، هقول له امبس ماب 1 ايكوال ايكوال امبس ماب 2، وهو هيرد عليا بترو اور فولس، هو اللي بيعمل عمليه المقارنه كلها. اخد كابي كده ومعامل بيست، بس ما بين واحد وثلاثة. خلاص، ما بين واحد وايه، هقارن ماب واحد وماب ثلاثة. فطبعا ماب واحد وماب ثلاثة متطابقين، متطابقين متطابقين تماما يعني. فهنا قال لي الاولانية فولس والتانية ترو، طب ما كده هم متطابقين كمان. بس هقول لك على حاجة كمان تاخد بالك منها، لو لخبطت الترتيب هيفرق؟ لو لخبطنا الترتيب العملية هتفرق ولا لا؟ بس نفس الكيز ونفس الفاليوز. فقوم جاي اعمل ايه، هخلي مهيمن ده بدل ما 101 اخليه 100 اللي هو كان صبور، واخلي كمبيوتر اسم كده بس مش مشكله، واخلي 101 اخليها ايه مهيمن. فهو نفس الفكره بالظبط، يعني هو برده مهيمن فوق 101 بس ورا تاني عنصر، وصبور كان 100 بس كان اول عنصر. فلخبطت الترتيب، بس نفس الكيز ونفس الايه الفاليوز. لما اجي اقارن برضه هيطلعوا ايه متطابقين زي ما احنا شايفين، يبقى الترتيب ما يفرقش، لكن المهم الكيز والفاليوز تكون ايه، تكون نفس الكيز ونفس الفاليوز.